السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال الثانوية العامة، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. إن شاء الله نبتدي في الفيديو ده حل شابتر 2 أو الفصل الثاني، التنسيق الهرموني، الدرس الثاني، عشان نخلص بقى الفصل ونخلص. تمام، معاكم دكتور إسلام المنشاوي، ويلا بينا نتوكل على الله ونقول بسم الله. نبدأ كده مع بعض. السؤال رقم 1 بيقول: من خلال دراستك للشكل المقابل، أي العبارات التالية لا تنطبق على العضو سين؟ طيب العضو سين هو البنكرياس. طيب في البداية لازم نكون عارفين إن ده الجزء الأولاني من الأمعاء الدقيقة اللي إحنا كنا بنسميه ديودينم. تمام، ده اسمه بالإنجلش. إحنا كنا بنقسم الأمعاء الدقيقة بالعربي لثلاث أجزاء، حاجة اسمها اللفائفي والإثنى والصائم والإثنى عشر، صح ولا لا؟ ده واحد منهم اسمه ديودينم. تمام، طيب بيقول لي بقى: بيقع معظمه في مستوى موازي للفقرات القطنية. ما هو البنكرياس ده في البطن، والبطن بتبقى موازي للفقرات القطنية، صح؟ احنا عايزين مين الذي لا ينطبق؟ يبقى دي تنطبق. يزداد نشاطه فور وصول الطعام لاثنى عشر. اه، دي منطقة الاثنى عشر يا شباب. أول ما الأكل يوصل هنا يبتدي في مستقبلات في الجدار هنا تحفز، تمام، إنها تبدأ تطلع الهرمونات. الهرمونات بتاعنا تبدا تمشي 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 في الدم لحد ما تروح للايه، للبنكرياس، تبدا تحفز افراز العصاره الهاضمه اللي هي العصاره البنكرياسيه. يبقى دي صح برضه. يحتوي على حويصلات لا قنويه. بص يا شباب، احنا عندنا في الهرمونات او في التنسيق الهرموني حاجتين: يا اما غده حويصليه، تمام، او خلايا حويصليه. الغده الحويصليه الاساسيه دي اللي هي الغده الدرقيه، تمام، والخلايا الحويصليه موجوده في البنكرياس اللي هي الحويصلات، ودايما الحويصلات دي اللي هي الخلايا تبقى قنويه اللي هي تفرز العصاره الهاضمه. يبقى دي لا قنويه، لا قنويه، يبقى دي غلط. يبقى دي التي لا تنطبق. تتصل بها اعصاب ذاتيه لتتحكم في معدل نشاطه. يعني هو اعصاب ذاتيه يعني لا اراديه. هو لا ارادي؟ اه لا ارادي، اكيد مش انا اللي بقول للانسولين يلا انسولين اطلع، يلا عصاره اطلعي، هو بيطلع لوحده. يبقى دي تنطبق. يبقى الذي لا ينطبق، والاجابه مين؟ جيم. خش في رقم 2. أي الغدد التالية بتظل غير مكتملة النضج مدى الحياة عند الذكور؟ أكيد دي ودي ودي في الذكور والإناث تبقى مكتملة ما عدا الثدي. أكيد إحنا الثدي عند الرجالة مش محتاجينه، فيبقى غير مكتمل النمو. يعني أنا كراجل هعمل بالثدي إيه؟ ولا أي حاجة. تمام؟ يبقى دي من ضمن الحاجات اللي تعتبر غير مكتملة النمو عند الإيه؟ عند الرجال. أوكي. بعد كده السؤال رقم 3 بيقول لي: أي الهرمونات التالية بيزداد إفرازه بشكل ملحوظ في الأيام الباردة الممطرة؟ الأيام الباردة أنا شايف إن الألدوستيرون أوكسيتوسين بروجستيرون ما ينفعوش، ينفع تي اتش. ليه؟ الأيام الباردة إحنا عايزين حرارة تدفينا، والحرارة دي بتيجي من معدل التمثيل الغذائي. بتيجي من مين؟ من التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي اللي هو حرق الجلوكوز ويديني طاقة. الطاقة اللي بتنتج ده في جزء منها بيبقى في صورة إيه؟ في صورة حرارة. طيب مين اللي يبدأ يساعد على التمثيل الغذائي ويحرق لي الأكل؟ آه، قال لك الثيروكسين اللي بتقولوا عليه ثيروكسين. الثيروكسين ده يزود نشاط أنشطة الجسم، وبالتالي يزود معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي ينتج طاقة كتير. الطاقة دي جزء منها حرارة تدفي الجسم في الأيام الباردة. طيب مين اللي بيحفز إنتاج الثيروكسين من الغدة الدرقية؟ آه، ينزل لها هرمون الغدة النخامية اسمه تي اس اتش، والهرمون المنبه للغدة الدرقية. يبقى الإجابة تي اس اتش. طيب بعد كده رقم 4، أي البدائل التالية بتصف التغير المصاحب للإفراط في تناول منتجات الألبان؟ اللبن فيه كالسيوم، اللبن فيه إيه؟ كالسيوم. إيه اللي يحصل لما ناكل أو نشرب حاجة فيها كالسيوم كتير؟ هيزيد نشاط الخلايا البانية للعظم اللي هي بتبني العظام، أه، لأنها ترسب كالسيوم العظام القوي. طب هيصاب التشنجات عضلية؟ بالعكس، ده نقص الكالسيوم مش زيادته، هنا بيزيد. النقص هو اللي بيعمل إصابة بتشنجات، يبقى دي غلط. زيادة نشاط الغدد الجارات الدرقية. بصوا، الغدد دي بتشتغل لما أيونات الكالسيوم في الدم تقل، فيطلع الهرمون ده عشان يزودها. طب لو أصلا الكالسيوم زايد لوحده، ها إيه اللي هيحصل؟ يبقى الهرمون ده ملوش لازمة إن يطلع، يبقى يقل إفرازه مش يزيد. يبقى دي برضه غلط. زيادة سرعة انتقال السيالات العصبية، بالعكس، الكالسيوم بيقلل، تمام كده؟ طيب إلا بقى عند العضلات، بيزود انقباض العضلات وهكذا، بس هو عموما بيزود سرعة انتقال السيالات العصبية، لا هو بيقلل. ولو عايزين تعرفوا ليه، بصوا يا شباب، كنا بنشرحها دايما كده ان غشاء الليفة العصبية بيبقى عليه حاجة اسمها بوابات صوديوم، اللي هي بيعدي منها الصوديوم جوه الخلية من بره الى جوه.
الصوت ده لما يدخل بيعمل عملية إزالة الاستقطاب، لو الناس فاكرة اللي احنا نقلب الإشارة نخلي جوه بقى بوزيتيف وبره بقى نيجاتيف. حلو، طيب ايه رأيك بقى ان في أيون بيبقى واقف بره على غشاء الخلية، هنا نقول اوت يعني خارج وهنا ان يعني داخل. أيون الكالسيوم ده بوزيتيف 2 يبقى واقف حارس على الخلية من هنا، يجي الصوديوم يعدي يقول له رايح فين يلا، يقول له كالسيوم معدي البوابة بتاعتي، يقول له لا يلا انا بوزيتيف 2 عايز تعدي مني كده، هي خلاص ثابت كده وعيرت نهائي كده، ينفع ينفع صوديوم؟ يقول له خلاص مش معدي. فكل ما الكالسيوم ايونز لايونات الكالسيوم كان كتير، دخول الصوديوم يقل والكهرباء تقل. تمام، يبقى الكهرباء لما تقل يقل سرعة انتقال السيارات العصبية مش تزيد، يبقى المفروض دي غلط، يبقى الإجابة بالنسبة لي ألف. نيجي بعد كده رقم 5، أي الهرمونات التالية يحفز العملية الحيوية الموضحة؟ العملية دي عبارة عن إيه؟ أه عملية تمثيل غذائي، إن إحنا بناخد الأكسجين ونستخدمه ونبدأ ننتج سي أو2 فضلات نوديها للوريد والوريد يوديها لأعضاء الإخرام. تمام؟ مين بقى الهرمون اللي بيحفز الموضوع ده؟ هل الاي سي تي اتش جروث هرمون، الثيروكسين؟ الثيروكسين، ان الثيروكسين هو اللي بيزود نشاط كل خلايا الجسم، فده كده نشاط، نعمل اكسده للجلوكوز اهو عشان نحصل على طاقه، يبقى اللي يعمل كده الثيروكسين. طيب بعد كده رقم 6، اي البدائل التاليه بتفسر عدم قدره مريض المكسديما؟ نفتكر كده المكسديما ده كان عباره عن نقص هرمونات الغده الدرقيه اللي هو نقص الثيروكسين. تمام، ليه بقى ما بيقدرش يتحمل البروده الشديده؟ عدم قدره المريض على تحمل البروده الشديده، في البرد بيبقى هيموت مش قادر، ويحب فصل الصيف وكأنه يا دوب دفيان، تخيل كده عيان المكسديما. طيب مين بقى ينفع يتناسب مع الكلام ده ويحصل برضه في المكسديما؟ هل ينخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي؟ هل دي ليها علاقة بالبرودة الشديدة؟ مش قوي. طب نقص نشاط انزيمات التنفس الخلوي داخل الميتوكوندري؟ اه، لان يعني انزيمات التنفس الخلوي اللي بتساعدنا نستهلك الاكسجين عشان احرق الجلوكوز واحصل على طاقه فيتدفى الانسان. فالناس اللي عندهم مكسديما ما عندهمش الكلام ده، يبقى ده البديل، نقص نشاط انزيمات الايه التنفس الخلوي. تلفي منطقه تنظيم درجه الحراره، لا مش هي دي المشكله في المكسديما، نقص معدل ضربات القلب، عندهم نقص معدل ضربات القلب هو ده اللي مقلل ضغط الدم، ولكن ده ما يوصلش لحته ان انه مش قادر يتحمل البروده الشديده، لو مشكله في نقص نشاط الانزيمات. اوكي، طيب نيجي بعد كده رقم 7، من خلال فهمك للشكل المقابل يقول لك ما الذي يدل على ان الرسم ده المنظر الامامي. بصوا شباب، الغده دي هي الغده الدرقيه، لو احنا بصيناها قدام هنلاقي ان هنا في فصين، ادي فص ايمن ودي فص ايسر، وما بينهم الحته الواصله دي سموها برزخ يعني حاجز. البرزخ ده لو باين من قدام يبقى ده يعتبر ايه؟ فص امامي. من ورا ما بيبقوش متصلين، بيبقى فص وفص. لو ده منظر خلفي هيبقوا منفصلين، لو منظر امامي يبقى متصلين. هنا متصلين، اه يبقى ده منظر امامي. بسبب هل ظهور الغدد الدرقيه؟ الجرات الدرقيه لا، دي موجوده على السطح الايه؟ الخلفي. عدم اكتمال الحلقات الغضروفيه ده برضو خلفي. اتصال فصي الغده الدرقيه بسيط برزخ صح. ظهور حويصلات لا، مش هي دي الايه؟ اللي بنحكم عليها من منظر امامي وخلفي. طيب نيجي بعد كده رقم 8، سيده عندها 30 سنه بتعاني مؤخرا من زياده في وزن الجسم والخمول والكسل، قامت باجراء فحص الهرمون التي اس اتش في الدم فكانت النتيجه كما هو واضح بالشكل 10 ونص، والطبيعي من نص لواحد ونص، يعني التي اس اتش عالي 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 قوي. طيب بصوا شباب، لو دي كده الغده النخاميه اهي، الفص الامامي ده المفروض بيطلع حاجه اسمها التي اس اتش، المفروض ده يروح للغده الدرقيه يحفزها انها تطلع الثيروكسين اللي احنا بنسميه التي 3 وتي 4، دول لما بيطلعوا يعني لما بيزيدوا تمام بيروحوا يقللوا التي اس اتش، السهمين عكس بعض ولا مع بعض؟ عكس بعض، سميها تغذيه رجعيه سلبيه نيجاتيف اهي. طيب وافرض بقى التي 3 تي 4 اللي هو ثيروكسين قل، ساعتها التي اس اتش هيزيد. طيب هو هنا تي 3 وتي 4 انا بظن وبعتقد ان هو كده يبقى قليل، ليه؟ لان التي اس اتش عالي قوي. طب هو عالي قوي ممكن يحصل حاجه من اتنين، تمام؟ ركز بقى، لو هو عالي قوي في احتمالين، يا اما عالي بسبب ان الغده النخاميه الخلايا اللي بتطلعوا فيها ورم، وساعتها لما يعلى قوي هيؤدي الى زياده التي 3 تي 4، ولكن لو هو عالي ودي قليله معنى كده ان المشكله هنا، المشكله في الغده نفسها، الغده زعلانه اهي لان المشكله عندها مالها بتطلع الهرمون ده قليل،
فبيحصل تغذيه رجعيه سلبيه العكس، لما الهرمون ده يقل يزيد التي اس اتش. تمام، يبقى البدائل اللي بتفسر الحاله المرضيه دي هل زياده نشاط الغده الدرقيه؟ لا، يقل نشاط. وجود خلل في افراز الغده النخاميه، الغده النخاميه زي ما هي. تناول اطعمه تمنع امتصاص اليود، اه لما مفيش امتصاص اليود مش هنقدر نصنع تي 34 وبالتالي يقله وبالتالي يزيد التي اس اتش، يبقى دي صح. غياب الغده الدرقيه لا طبعا مش للدرجه دي يعني. تمام، يعني مش هنقول بقى عندها 30 سنه تعاني مؤخرا، مؤخرا ده في يعني من شويه بلا كام شهر مثلا يعني. طب ولو هي عندها غياب غده درقيه هي فين بقى لها 30 سنه؟ ما اكيد تشتكي طول السنين ده، لا هو يا دوب من كام شهر كده ولا حاجه. طيب رقم 9، الرسم التالي يوضح دور هرمونين يفرزان تمام من نفس الغده اللي هي غده الايه؟ البنكرياس. انا اقول لك اهو غده البنكرياس. تمام، اي ما يلي يعبر عن تاثير الصهيل الهرموني. بص، الهرمون واحد بياخد الجلوكوز من الدم ويوديه الليفر او الكبد بيخزنه في صوره جلايكوجين، يبقى الهرمون ده عباره عن انسولين. تمام، والتاني بياخد الجلوكوز من الكبد ويوديه للدم، يعني بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز في الدم، يبقى ده عباره عن الجلوكاجون. الجلوكاجون، واللي بياخد الدم الجلوكوز من الدم يدخله الخلايا الانسولين برضه، يبقى دي المراحل الثلاثه. طيب تعال بقى نشوف مين فيهم يعبر عن تاثير الصحيح للهرمونين. يقول لي الف نقص الهرمون في المرحله 3 اللي هو نقص الانسولين يسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز داخل الخلية، بالعكس ده الانسولين بيزود الجلوكوز جوه الخلية، لما الانسولين ده يقل يزود، لا يقلل، دي ما تنفعش. زيادة الهرمون في المرحلة 2 اللي هو الجلوكاجون المفروض ده بيسبب زيادة نسبة الجلوكوز مش انخفاض في الدم، ما ينفعش. زيادة الهرمون في مرحلة رقم 1 اللي هو الانسولين لما يزيد الانسولين هيسبب انخفاض نسبة الجلايكوجين، بالعكس الانسولين لما بيزيد بيزود الجلوكوز يخليه الى جلايكوجين، يعني بيزود الجلايكوجين مش يقلله، ودي ما تنفعش. طب ناقص الهرمون واحد اللي هو الانسولين، الانسولين لما يقل نسبه الجلايكوجين تقل، اه لان هو اللي بيكون الجلايكوجين يحول الجلوكوز الى جلايكوجين، يبقى دي اللي صح. طيب بعد كده رقم 10، جميع البدائل التاليه بتصاحب الخلل الموضح بالشكل. هنا في تورم في قشره الغده الكظريه، التورم ده بيعمل كل دول ما عدا ايه؟ اولا الغده دي بتفرز ثلاث مجموعات، تفرز مجموعه الهرمونات المعدنيه اللي اسمها الدوستيرون، وبتفرز مجموعه الهرمونات السكريه اللي هي الكورتيزول، وتفرز مجموعه الهرمونات الجنسيه اللي هي الاندروجين. لما يحصل فيها ورم هيزيد الثلاثه، لما يزيد الثلاثه الاندروجين هتؤدي الى ظهور الشعر على وجه بعض السيدات، والكورتيزول هيزود مستوى الجلوكوز في الدم، والالدوستيرون هيمتص الصوديوم يسحب وراه ميه فيزود حجم الدم ويزود ضغط الدم. يبقى كل دول يحصلوا مع التورم ما عدا ارتفاع ضغط الايه؟ ارتفاع درجه الحراره، دي اللي مش هتحصل. تمام؟ اوكي. بعد كده رقم 11، نوع المحفز اللازم لافراز الهرمونات بتاع سين وصاد. سين دي النخاع وصاد القشره. اللي يحفز صاد هرمون الاي سي تي اتش، يبقى ده هرمون. واللي يحفز سين هو خليه عصبيه عباره عن حاجه اسمها سمباثاتيك نيرفس سيستم او عصب سمباثاوي، يبقى سين عصبي وصاد هرموني، اهو عصبي هرموني. تمام، نيجي بعد كده رقم 12، الشكل المقابل بيوضح تنظيم السكر الجلوكوز في الدم على مدار 6 ساعات لاحد الاشخاص، مثلا محمد او امير او اسلام. مش معنى عشان انا اسمي اسلام يا ولاد، بص بقى بهزر معاك، ما تزعلش كده. طيب اشافوش اي نقاط التاليه بيبدا عندها هذا الشخص في تناول وجبه معكرونه؟ بص كده، يبدا عندها في تناول، يعني في بدايه واكلنا لسه بناكل، لسه هناكل، يبقى لسه سكر قليل، ما دام لسه قليل يبقى لسه في بدايه الاكل خالص، يبقى عند النقطه مين؟ الف. تمام، اي البدائل التاليه بتفسر تغير جلوكوز الدم بين نقطتين جيم ودال. جيم ودال لو انت بصيت هتلاقي ان هو ايه؟ بدا يزيد شويه بعد ما قل. طيب يزيد بعد ما قل ليه؟ بص كده، هل زياده نشاط خلايا بيتا في جزر الانجلهانس؟ بص، بيتا لو زاد بتطلع انسولين تقلل الجلوكوز مش تزوده، كده بيزيد اهو، يبقى دي ما تنفعش. هل نقص نشاط قشره الغده الكظريه؟ بالعكس ده لما ينقص الكورتيزول يقل والسكر في الدم والجلوكوز يقل، يبقى برضه ما تنفعش. زياده نشاط خلايا الفا انا شايف انها تنفع. ليه؟ لان الفا تطلع جلوكاجون، جلوكاجون يزود سكر الدم. نقص نشاط نخاع الغده الكظريه بالعكس، النخاع لو قل هيقل الادرينالين، والادرينالين بيقلل السكر، يعني هو قل هيقل السكر، ولو هو زاد الادرينالين هيزود السكر، ولكن وهنا زاد ما قلش،
يبقى دي ما تنفعش، يبقى الإجابة بالنسبة لي جيم. طيب نيجي بعد كده 13، جميع التغيرات التالية بتنتج من ارتباط الهرمون سين، تمام، اللي طالع من خلايا عصبية. بص كده، الهرمون سين بمستقبلات. طيب مين الهرمون سين ده بقى؟ اللي هو الأدرينالين أو نتيجة تحفيز عصب. ادي العصب راح حفز الغده النخاع الغده سوري نخاع الغده الكظريه بيطلع ادرينالين. الادرينالين ده يزود الجلوكوز في الدم، احنا عايزين يعمل كله ما عدا يزود عدد مرات التبول. بالعكس، الادرينالين بيمنع البول، تمام، هيزود معدل اخراج ثاني اكسيد الكربون، لانه بيزود معدل التنفس فيخليني اخرج سي او 2 كتير، يزود سرعه ضربات القلب ومعدل تدفق الايه الدم من القلب للاطراف. كل دول بيحصلوا ما عدا به، يبقى الاجابه ايه؟ ب. نيجي بعد كده رقم 14، المخطط المقابل بيمثل تأثير ثلاث هرمونات سين وصاد وعين على أجزاء مختلفة في جسم الإنسان. افحص المخطط ثم اجب حد ما هي الهرمونات سين وصاد وعين. بص، واحد بيؤثر في معدل النفس، أنا شايف إن ممكن يبقى الأدرينالين أو الثيروكسين. الأدرينالين بيزود معدل النفس على فكرة، يبقى ده سين، ممكن يبقى أدرينالين أو ثيروكسين، يعني تنفع دي وتنفع دي. طيب عين بيؤثر على حرارة الجسم، بيؤثر على الحرارة هو الثيروكسين، يبقى عايزين حاجة عين في الآخر تبقى ثيروكسين، أهي تنفع دي وتنفع دي، يبقى دي كده خلاص مش عايزينها، تمام. و ب أو صاد يؤثر على وظائف الكبد، بيؤثر على وظائف الكبد يا إما أنسولين يا إما جلوكاجون، يبقى الأنسولين في النص أهو، يا إما دي يا إما دي، وإحنا خلاص قلنا دي مش تنفع، يبقى عندي بالنسبة لي اختيار مين؟ أدرينالين أنسولين ثيروكسين. ليه بقى؟ اول حاجه الادرينالين اللي هو سين، بص كده، وعين سين وعين مشتركين في ايه؟ سين ادرينالين وعين ثيروكسين، هما الاثنين بيأثروا على ضربات القلب، وهما الاثنين بيزودوا ضربات القلب. طيب صاد وعين اللي هما الاثنين دول انسولين وثيروكسين، هما الاثنين بيأثروا على وزن الجسم، برضه تمام، الثيروكسين بيقلل وزن الجسم والانسولين ايه بيزود شويه، يبقى الاجابه بالنسبه لي. طيب نيجي بعد كده الانافلاكسس. طبعا تدرس سؤال زي كده وليها ايه ده دكتور، ايه انافلاكسس ده، هي ما خدتهاش يا شباب. هو الكلمه غريبه لكن هو فسر لك معناها بعدها، ايه المشكله يعني؟ قال لك الانافلاكسس دي احد حالات الطوارئ الناتجه عن تعرض الجسم لماده غريبه. تخيل مثلا واحد عنده حساسيه من حقنه معينه وانا اديتها له، هيحصل له رد فعل غريب وسريع جدا ممكن يؤدي الى وفاته، اسمه انافلاكسس. طيب ليه بقى، ليه يعمل كده، بيحصل ايه؟ قال لي من اهم اعراض الانافلاكسس او الحساسيه المفرطه دي هبوط حاد في ضغط الدم، ضغط دم يقل قوي وبطء شديد في انقباض الالياف العضليه المخططه اللا اراديه اللي هو عضلات القلب، تمام. مين من الهرمونات التاليه ساعتها لازم نلحقه بسرعه في غرفه الطوارئ ونبدا نحقن الحقنه في قلبه على طول، حقنه ادرينالين؟ مشهور السؤال ده جدا. طيب نيجي بقى على رقم 16، اي الهرمونات التاليه لا يمكن تناولها عن طريق الفم لعلاج الخلل؟ اي حاجه بروتينيه، لان الحاجات البروتينيه في المعده هتتكسر. الثيروكسين مش بروتين، الاستروجين بروجستيرون ستيرويدات مش بروتين، يبقى البروتين بالنسبه لي ومين؟ الهرمون النمو هو اللي ما ينفعش اخده ايه؟ اخده برشام او عن طريق الفم، لانه هيكسر فعل انزيمات الهاضمه للبروتين الموجوده في المعده. 17، اي الهرمونات التاليه بتسهم في تركيب العضلات عند الذكر البالغ؟ التستوستيرون هرمون بناء، والانسولين بناء، والنمو بناء، الثلاثه بيبنوا، يبقى الاجابه ايه؟ جميع ما سبق ديل، تمام؟ 18، الراجل اللي قدامي ده عنده تضخم في الغده الدرقيه، ونوع التضخم ده تضخم جحوظي، عرفته من عيني. ما دام التضخم جحوظي يبقى انا عندي زياده في هرمون الثيروكسين، تمام؟ حلو، هيحصل كل دول بسبب زياده الثيروكسين. هينقص كتله العضلات؟ يخس، يرتفع ضغط الدم؟ ايوه، يعرق كتير؟ ويتنفس كتير، يزود معدل استهلاك الاكسجين مش يقلل، يبقى دي غلط. يبقى ما عدا ده، تمام؟ طيب نيجي 19، الشكل المقابل عباره عن احدى اليات تنظيم افراز الهرمونات في الجسم، اي البدائل التاليه لا يمكن ان تنطبق على هرمون سين وصاد، الاثنين عكس بعض، لما واحد بيزيد الثاني بيقل. الباراثرمون بيزود الكالسيوم في الدم، الكالسيتونين بيقلل، ده ينفع ينطبق؟ احنا عايزين لا يمكن ان ينطبق. انسولين جلوكاجون ده يقلل السكر، ده يزود السكر في الدم، ينفع ينطبق؟ كورتيزون والدوستيرون ما لهمش علاقه ببعض، يبقى دي لا تنطبق، الاجابه جيم. ادرينالين بيزود السكر في الدم، انسولين بيقلل، يبقى دول عكس بعض برضو، تمام، يبقى الاجابه بالنسبه لي ايه؟ الذي لا ينطبق عليه الكلام هو جيم، تمام. نيجي بعد كده 20، بيقول لي قد يحدث تعدد مرات التبول في مريض الجويتر الجحوظي اللي هو التضخم الجحوظي، وذلك بسبب هل نقص افراز هرمون الاي دي اتش، يعني الجويتر الجحوظي ما بيقللش افراز الاي دي اتش، تمام، هو ايه نقص الاي دي اتش يؤدي لعدم مرات التبول بس ملوش علاقه بالجويتر الجحوظي،
دي مالهاش علاقه. خروج كميات كبيره من الجلوكوز في البول، لا فين؟ مفيش جلوكوز. طيب زياده الماء الناتج من عمليه الاكسده، اه، لان دايما هو لما بيأكسد بيطلع جزيء ميه، فلما يبدأ يعمل اكسده كتير جدا لانه بيزود نشاط الخلايا واكسده الحاجات اللي جوه الخلايا، فلما يأكسد كتير ينتج ميه كتير تخرج، والميه دي تخرج في صوره ايه؟ بول كتير. تمام. نقص افراز هرمون الالدوستيرون ممكن يعمل تبول كتير، ولكن ملوش علاقه برضو بالجويدر الجحور. يبقى الاجابه بالنسبه لي يمين جيم. كده خلصنا تلتين الاسئله، يلا فاضل 10 اسئله. صحصح معايا يا ولد. الشكل البياني المقابل بيعبر عن تاثير كل من هرموني الادرينالين والفازوبريسن، الاثنين بيزودوا ضغط الدم، ولكن هنلاقي ان الادرينالين بيزود بسرعه قوي، وده لان عدد مستقبلات الادرينالين على الاوعيه الدمويه اكبر عدد من الفازوبريسن فيستجيب بسرعه، انما ده لسه هيبقى قليل وبعدين يزيد، ده بيزيد على طول. تمام. يبقى ده الاجابه ب. هل الادرينالين بيرفع ضغط الدم بينما الفازوبريسن بيقلل؟ لا، الاثنين بيزودوا. كميه الادرينالين اللي بيفرزها الجسم اكبر من الفازوبريسن، ما قلناش علاقه بالكميه. مستقبلات الفازوبريسن اكثر حساسيه، ما لو اكثر حساسيه يبقى الشكل العكس، الفازوبريسن هو ده، ولكن احنا عندنا الادرينالين هو الاكثر حساسيه. فالاجابه بالنسبه لي ب، هو عدد مستقبلات الادرينالين اكثر من بتاعه الفازوبريسن. 22. اي البدائل التاليه تفسر قدره هرمون الالدوستيرون على رفع الدم؟ المفروض هرمون الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيمتص صوديوم ويسحب وراه ميه، صح؟ والميه تزود حجم البلازما فتبدا تزود حجم الدم، فتزود ضغط الايه؟ فتزود ضغط الدم. تمام؟ تمام جدا جدا جدا. اوكي. وبعد ذلك يبقى احنا عندنا الاجابه هنا، هل انقباض العضلات الملساء؟ لا، الالدوستيرون ما بيعملش كده. يزود قوه وسرعه انقباض الالياف؟ ماله مال الانقباض؟ هو بيزود حجم البلازما نتيجه اعاده امتصاص الماء بالخاصيه الاسموزيه، لانه هيبدا يشد صوديوم ويشد ميه ورا الايه؟ الصوديوم، لان الصوديوم ملح. ده كده بالنسبه ليه رقم 22. 23. اي الاشكال التاليه تعبر علاقه صحابه تركيز الالدوستيرون في الدم وكميه ايونات الصوديوم في البول؟ طبعا الالدوستيرون لما بيطلع بياخد الصوديوم من البول، يبقى بيقلل الصوديوم في البول. اتنين العلاقه هي عكسيه، العلاقه العكسيه هي به. تمام، شكل معروف وقلناه مليون مره. 24. نفس الرسمه اللي كانت في اول سؤال بس السؤال مختلف، ولا جميع الاعراض التاليه بتظهر على المريض بعد استئصال العضو ده ما عدا لما انصاص البنكرياس؟ هيبقى فيه وجود طعام غير مهضوم؟ اه، لان احنا مش هنقدر نهضم الدهون والبروتين قوي. زياده معدل التبول، هو يبقى عنده نقص انسولين، يبقى عنده زياده في معدل التبول. اه. طب الخمول وقله النشاط؟ اه، لان ما عندوش جلوكوز بيستخدم ولا حاجات تخش الخلايا، مفيش طاقه، يبقى في خمول. انخفاض درجه حراره الجسم ملوش علاقه. تمام، هو شويه الصراحه علميا هيبقى فيه شويه انخفاض، ولكن مش ده الاساس. شايفين انخفاض واضح، يبقى ده 24. نيجي بعد كده 25. أي العبارات التالية لا تنطبق على الأنسولين؟ يفرز من الخلايا الحويصلية، الحويصلية قنوية. تمام؟ يبقى دي ما تنفعش. ألف، يبقى 25 ألف. له تأثير بنائي؟ أه، بيبني كربوهيدرات وليبيدات. يتحلل فعل العصارة الهاضمة؟ أيوه بيتحلل لو تناولنا عن طريق الفم. لا يخضع إفرازه لتنبيه الغدة النخامية؟ ما بيتأثرش بالغدة النخامية، لان هو اسمه بيطلع من البنكرياس بيبتدي بحرف، عضو بيبتدي بحرف البي. تمام، والغده النخاميه اسمها بيتيوتري بتبتدي بحرف البي، دي لا تتاثر بيه. الاجابه بالنسبه لي الف. 26. الشكل المقابل بيمثل التغير في وزن جسم امراه عندها 35 سنه على مدار سنه كامله. اي البدائل قد تفسر تغير وزن الجسم خلال مرحله صاد؟ الوزن الجسم بيقل اهو في المرحله صاد، ده ممكن يبقى بسبب ايه بقى؟ هل زياده نشاط الغده الدرقيه عن الطبيعي؟ انا عايز اقول لك ان هي ممكن تعمل كده، يعني الغده الدرقيه لما يزيد عن الطبيعي بيخس انسان، يبقى وزن جسمه يقل. وجود ورم في المبيض من خلايا تفرز الاستروجين ده ما يخسش، ده ممكن يتخن. مهاجمه الاجسام المضاده لخلايا بيتا؟ اه، لان الخلايا دي برضو صح، يبقى الاجابه الف و الف وجيم. ليه بقى؟ الاجسام المضاده لما تهاجم خلايا بيتا في البنكرياس، البنكرياس هيبطل يطلع انسولين، وبالتالي مش هنعرف ندخل الجلوكوز جوه الخلايا ولا نحصل منه على طاقه، فنضطر ان احنا نعمل ايه بقى؟ ناخد حاجه من غير ما نعتمد على الانسولين، ناخد دهون، فنبدا نحرق الدهون ونجيب منها طاقه، فلما نحرق الدهون جسم الانسان ايه؟ هيبتدي يخس بالمنظر ده. نيجي بعد كده 27. من خلال دراستك الشكل المقابل، اي البدائل التاليه بتمثل الهرمون المشار اليه سين؟ سين ده بيزود معدل الايض او التمثيل الغذائي، يبقى ده ثيروكسين.
أسئلة بمجرد النظر. طيب 28، إذا علمت أن هرمون الأنسولين بيساعد على دخول البوتاسيوم جوه الخلايا، فماذا تتوقع أن يحدث بعد حقن المريض بالأنسولين؟ هل يزداد مستوى البوتاسيوم في الدم أو في البول؟ سوري، غلط. إحنا بناخده ونشي ونبدأ ندخله جوه الخلايا فنقلله في البول وبرضه هنقلله في الدم. طيب يبقى دي ما تنفعش. يقل نشاط الغدة الكظرية، ما الغدة الكظرية كانت بتطلع الألدوستيرون عشان يتخلص من البوتاسيوم الزيادة. طب لو البوتاسيوم الزيادة ده أنا بدخله جوه الخلايا مش هيبقى فيه بوتاسيوم زيادة، وبالتالي مش هنحتاج هذا الهرمون، فيقل إيه؟ فيقل نشاطها. تنفع. يزداد إفراز هرمون الـ ACTH؟ لا خالص. تمام كده؟ ده زيه زي الألدوستيرون. هل ليه لازمة لو البوتاسيوم كده كده قليل؟ لا. تمام؟ الانسولين بيدخل ايه؟ البوتاسيوم جوه الخلايا، فمش محتاجين الاي سي تي اتش ولا الهرمونات بتاعته. يزداد مستوى البوتاسيوم في الدم؟ غلط، بيقلل، لان خدها من مدخلها جوه الخلايا. بالاجابه بالنسبه لي ب 29. من خلال دراستك الشكل المقابل تقع على الخلايا الغديه زي زي ده اللي هو التستيرون بيروح ايه بيطلع منه، ده اللي هو الخصيتين، دي موجوده في الحوض تحت مستوى الفقرات، يعني مش مقابله لولا فقره من دول. تمام؟ يبقى الاجابه لا توجد اجابه صحيحة. بعد كده، أي الهرمونات التالية يمكن حقنها للتغلب على حالات الإجهاض؟ حقن تثبيت حمل، دايما بنقولها هي حقن مين؟ البروجستيرون. تمام؟ لأنه بيقلل انقباض الرحم. انقباضات الرحم في الحمل تعمل إجهاض. تمام؟ ده كده السؤال رقم إيه؟ رقم 30. نقدر نقول شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.